تدهور العملة الوطنية، ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الاستهلاكية والمعيشية والحياتية دفع بموظفي مستشفى البوري الحكومي إلى الإضراب في ظل وعود بقيت وعود من قبل وزارتي الصحة والمالية لجهة عدم تقاضي مستحقاتهم المكتسبة، كما كشف لصوت لبنان رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور أندري زيلي. عندنا المساعدة الاجتماعية اللي أقرت، وانما كمان للاسف لحديث تاني وزاره الماليه ما حولت شيء من المصاري. سلسله ترتب الرواتب بتعرف انه لحديث تاني كمان كان في اشكاليه قانونيه فيها، لانه وقت اللي طلع القانون وعطي مفعول رجعي بوقت اللي كانت الموازنات تجاه مقرره، وانت ما فيك تدفعي من خارج الموازنه الا بتمويل خارجي، وهيدي كانوا عارفينها بوزاره الصحه وقت ودعوا وزاره الماليه انه بدنا. الموضوع مش بس متعلق بمستشفى البواري، يعني في قسم كبير من المستشفيات الحكوميه كان بالواقع ذاته كان بده بحدود 33 مليار يتحولوا من وزاره الماليه، ورفضت وزاره الماليه وقتها تحولهم. بقى هذا تراكم ادى الى زياده عن كل هودي. احنا المساعدات اللي اجت مثلا نصف شهر تجاهل فعينهم، المساعده اللي اجت مباشره من معالي الوزير الصحه بوقتها هذيك السنه كمان دافعينها، الالتزام ببدل النقل المرتفع كمان دافعينه، حتى كنا مقررين كمان ندفع على طريقة سلسة المساعدة الاجتماعية المقررة، واللي لحديث تقريب للأسف يعني ما في تمويل لها من قبل الدولة. يعني طلعت قالت لهم أنه أنا رح أعطيكم بس ما عاد شطم. وردا على ما أشيع حول الاتجاه إلى أقفال مستشفى البوار الحكومي، قال الدكتور زيلي: تواصل مع الموظفين وقعدنا إحنا وياهم تنجرب نلاقي حلول، لأنه كمان ما فيك تيجي تقولي والله أنا بدي سكر صارح صحي بالوقت اللي يعني هذا الطرح تبع اللي ما تفاجأنا فيه بالإعلام. يعني ما بتصور لا هدف الإدارة ولا هدف الموظفين يسكروا المستشفى يعني بالطريقة اللي أخرجت فيها الخبرية، يعني تسكير مستشفى يعني بتصور أكبر من حلم البعض بتسكيرها. يعني هلني كان في نقاش نحن وياهم إنه الوضع صعب على الجميع، يعني مش إنه والله عندنا أموال طائلة ونحن نمتنع عن أعطاء الموظفين حقوقهم. يعني وكشف أن وزير الصحة دعا مدراء المستشفيات الحكومية إلى اجتماع الاثنين المقبل للتداول في معاناة الطاقم الطبي والإداري والحلول الممكنة في ظل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان.